مساء الخير واهلا بحضراتكم معانا في حلقه جديده من صحافه النهار. في الحقيقه ضيفي النهارده ان شاء الله في الفقره الثانيه من برنامج الناقد الرياضي الكبير ورئيس تحرير مجله الاهرام الرياضي الاستاذ خالد توحيد. ان شاء الله هنتكلم معاه على كل ما هو موجود على الساحه الرياضيه، وبالتاكيد النهارده عندنا كلام كتير حقيقه عن عوده الدوري، عن الاربع فرق المشاركين في البطولات الافريقيه، كمان عن ان شاء الله الزمالك والاهلي والمصابين في الفرقتين، عوده سموحه ان شاء الله يوم الثلاث غدا ان شاء الله بعد ظروف منعتهم من السفر النهارده من نيجيريا. كمان عندنا احداث كتيره ان شاء الله على الساحه الرياضيه بالتاكيد هنناقشها مع ضيفي العزيز الاستاذ خالد توحيد، ولكن خلينا نروح سريعا لما تم في فعاليات المؤتمر الاقتصادي ونهايه وختام المؤتمر الاقتصادي، والحقيقه ثوره التصحيح الاقتصادي ان شاء الله الفتره اللي جايه، وبالتاكيد ما حدث في مصر في الفتره دي ان شاء الله يستدعي من الجميع الالتزام والعمل بجد واجتهاد الفتره اللي جايه بضمير شديد جدا جدا وحرص على مصلحه مصر الفتره اللي جايه. الحقيقه المسؤولين في الدوله بدايه طبعا من السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي والحكومه، كل الجميع الحقيقه والمسؤولين في الدوله بيعملوا بجد بشكل كبير جدا الفتره دي على تنمية موارد الاقتصاد المصري في الفترة اللي جاية، وكمان سياسيا مع وعلاقاتنا الخارجية مع كل الدول المجاورة وحتى في أوروبا وأمريكا، وبالتأكيد ده هيعود على مصر إن شاء الله في السنوات القادمة بالخير والسلام إن شاء الله. ولكن ده يستلزم مننا زي ما بنتكلم وحنفضل نتكلم دايما على تعديل سلوكنا وعلى تعديل أخلاقياتنا الفترة اللي جاية، وأنا أولكم بالتأكيد العمل بجد وبضمير الفترة اللي جاية هو اللي هيوقف مصر إن شاء الله وتبقى وترجع مصر رائدة للسياسة والاقتصاد في أفريقيا وفي الوطن العربي إن شاء الله. أروح لأخبار رياضة. يمكن فعاليات المؤتمر الاقتصادي بالتأكيد كان ليها مردود على الرياضة المصرية، كمان يمكن كان في تصريح للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إنه في أربع شركات أو شركات خليجية، يعني تقريبا من أربع إلى خمس شركات هيشاركوا إن شاء الله ويساهموا الفترة اللي جاية في إنشاء أربع استادات كبرى في أربع مدن ساحلية: شرم الشيخ، مرسى مطروح، الأقصر والغردقة. وأعتقد إن ده فيه استفادة كبيرة جدا، وطبعا تم اختيار هذه المدن الساحلية لما فيها من فنادق كبيرة وكمان فيها مطارات، وبالتالي هيبقى سهل الانتقال منها وإليها، ودي هتعمل أعتقد كمان تقدم في الإنشاءات الفترة اللي جاية في على المستوى الرياضي. أعتقد كمان الفترة اللي جاية إن شاء الله مناقشة عودة الدوري، والمهندس خالد عبد العزيز وكان في تصريح ليه من شوية، نحاول إن شاء الله نجيب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على التليفون، انه في اجتماع ان شاء الله خلال 48 ساعه لعوده الدوري، ولكن يعني من كواليس اللقاء انه بين طبعا المهندس خالد عبد العزيز وبين اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه انه في اطمئنان بشكل كبير جدا على عوده الدوري، وحتى اجتماع المهندس خالد عبد العزيز مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء انه في اطمئنان من خلال هذه الجلسه على عوده الدوري، وان اتجاه الدوله الفتره اللي جايه على عودة الدوري المصري إن شاء الله لاستكماله هذا الموسم. أروح لتليفوناتكم ومداخلاتكم، وأكيد أراكم مهمة معانا جدا لعودة الدوري من عدمه، خاصة أنه في خلال يوم أو اتنين إن شاء الله هيتم اتخاذ القرار بعودة الدوري الفترة اللي جاية. معايا مداخلة من محمد حمدي من المنصورة. محمد اتفضل. عليكم السلام. رأيك يا محمد في عودة الدوري من عدمه الفترة اللي جاية؟ يا رب يرجع كابتن قريب في 22 مارس. انا عاوزه اسال سؤال. اتفضل. وقناه الزمالك في قناه الزمالك ان شاء الله بيسعى المسؤولين في نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك ان هم ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى في قناه لنادي الزمالك، قناه خاصه لنادي الزمالك. بشكرك يا محمد. يمكن زي ما بقول لحضراتكم انه اجتماع المهندس خالد عبد العزيز مع سيد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واطمئنان بشكل كبير على عوده الدوري الفتره اللي جايه، وكان في طلب من
الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات انه الدوري يعود 21 مارس بدل من 22 او 23 مارس، نظرا لانه تقدم ميعاد مباراه الوديه لمنتخب مصر امام غينيا، كان مفترض انها تقام 28 مارس، ولكن طلب الجانب الغيني تقديم المباراه يومين لتقام 26 مارس بدل 28 مارس، وبالتالي هيبقى في تجمع لمنتخب مصر 24 مارس القادم 23 مارس القادم، ويسافر منتخب مصر ان شاء الله الى المغرب، لان المباراه كانت من المفترض انها تقام في دبي ولكن نقلت الى المغرب ايضا لطلب الجانب الغيني اقامه المباراه في المغرب نظرا لتعذر السفر الى دبي. خليني اخد اتصال اخر. الو الو احمد، مساء الخير يا احمد. مساء النور. اتفضل يا احمد، بس علي صوتك شويه. رايك في عوده الدوري؟ هو قرار حلو. الو الو هيا يا احمد اتفضل. رايي حلو. قرار حلو. طيب يعني انت شايف ان الدوري ان شاء الله يعود الفتره اللي جايه؟ الله والله انت اللي حلو وجميل يا احمد، ربنا يكرمك. يعني الحقيقه اتصالاتكم طبعا مهمه وانها تصل الى المسؤولين وبتسعدني على المستوى الشخصي. زي ما بقول لحضراتكم انه كان طلب الحاج عامر حسين عوده الدوري 21 مارس نظرا للارتباطات، يعني منتخب اولمبي ان شاء الله هيسافر 18 مارس القادم لمواجهه بروندي في تصفيات دوره الالعاب الافريقيه، ومباراه ستقام ان شاء الله 21 مارس، وبالتالي هيكون في عوده للدوري 21 مارس وتلعب الفرق اللي مش مشاركه في البطولات الافريقيه، وبالتالي مع منتخب الاولمبي، وبالتالي الدوري ان شاء الله ممكن يتلعب 21 مارس، يتلعب جولتين ثم يتوقف مره ثانيه لسفر او تجمع المنتخب 23 مارس والسفر ان شاء الله الى المغرب، واقامه المباراه 26 مارس وعوده بقى النشاط الدوري مره ثانيه بعد مباراه غينيا الوديه. خلينا ناخد اتصال اخر. عبد الرحمن من الفيوم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عبد الرحمن. رايك في عوده الدوري عبد الرحمن؟ حضرتك طبعا ده لازم القرار ده يتنفذ عشان الدنيا تمشي، ولازم الدنيا تعود يعني لازم عشان كمان المؤتمر الاقتصادي، ولازم نثبت ان احنا عندنا الدنيا ماشيه، والرياضه دي اهم حاجه. بشكرك عبد الرحمن ورايك يحترم بشكل كبير طبعا. يمكن كل الاتجاه في الشارع الرياضي المصري عودة الدوري، وده رأي جماهير الكرة في مصر، وعشان بس الناس اللي بتزايد بتقول انه في ناس كتيرة بترفض عودة الدوري، لا في ناس كتيرة بتنادي، وتقريبا كل الناس وتقريبا حتى روابط الالتراس برضو ما عندهاش مشاكل في عودة الدوري، ولكن يبقى في التزام من قبل الجانب الحكومي او الجانب القضائي في متابعة قضية ضحايا مباراة انبي والزمالك في الدفاع الجوي، وبالتالي يمشوا الاثنين متزامنين في نفس الوقت، يبقى في عوده للدوري وعوده للنشاط مع بتاكيد تحديد الجاني والمتهم في هذه القضيه علشان الامور تمشي، وده من المفترض من الدوله في الفتره اللي جايه انه لابد من انه من اخطا ياخد عقابه، وده يبقى كمان رادع لكل من يخطئ في الفتره اللي جايه، حتى لو على سبيل الاهمال ولو لم يكن على سبيل القصد، يعني مش لازم يبقى في حد قصد انه يقتل حد او تروح ضحايا في هذه المباراه، ولكن ممكن يكون الاهمال سبب في ده، وبالتالي لابد يكون في عقاب لمن اهمل في ده. خليني اخد اكرم من المنصوره. مساء الخير يا اكرم. مساء الخير. اتفضل يا استاذ اكرم، شايف عوده الدوري ازاي الفتره اللي جايه؟ عوده الدوري ربنا، الاول عايزين طبعا زي ما كل بيقول حق الشهداء هيرجع ان شاء الله. بس دلوقتي عايزين الناس اللي هي يعني مثلا ايه اللي هي شغلتها مثلا الكوره دي جنبها ايه في الموضوع ده؟ بتتكلم عن تقريبا قاعدة كبيرة 5 مليون مواطن شغلتهم كورة. طبعا طبعا. كل واحد يشتغل في اتجاهه والبلد تمشي يا عم الحاج. القضاء يمشي. بشكرك يا أكرم. على الجانب الآخر أسامة من الجيزة وناخد رأيه في عودة الدوري. مساء الخير يا أسامة، اتفضل. مساء النور يا أستاذ أشرف. اتفضل. انا طبعا يعني متابع حضرتك جدا وبرنامج حضرتك ناجح جدا، ربنا يخليك. وطبعا الفقره اللي حضرتك بنتخذها في الوقت الحالي بحيث ان احنا عدد الدوري، انا يعني هقول كلمتين بس مختصرا من الجانب الحكومي ومن الجانب الاخر اللي هو جانب المشجعين. اتفضل. تمام. من الجانب الحكومي مبدئيا هو زي ما استاذ اكرم كان قبلي قال انه في شريحه اكتر من حوالي زي 5 مليون مواطن تقريبا بيسترزقوا او بيكون اكل عيشهم من خلال الكوره والدوري وطبعا الجانب الرياضي. تمام. لو احنا بنتكلم
لو احنا بنتكلم دلوقتي حضرتك بالنسبه للجانب التشجيعي، احنا في كارثتين حصلوا في 2012 وفي طبعا السنه اللي احنا فيها. كارثه استاد بورسعيد تمام، وطبعا الكارثه اللي هي حصلت في الدفاع الجوي. تمام. احنا في الوقت الحالي محتاجين جانب من الحكومه ان يكون في يعني تامين للمشجعين علشان نقدر ان احنا نرجع الدوري. في نفس الوقت الكوره يا فندم حضرتك ملهاش طعم او ليها حتى يعني استراتيجي بتغير الجمهور. الجمهور ده يعني الكوره دي بتاعت الجماهير. تمام. فاحنا محتاجين دلوقتي يعني جانب من الحكومه ان يكون في اتخاذ قرار يعني صائب بالنسبه دي المشكله دي. وثانك يو لحضرتك وانا اسف جدا. بشكرك يعني. بشكرك اسامه، بشكرك استاذ اسامه من الجيزه، ورايه الحقيقه يحترم جدا. وعايز اقول انه الجلسه ان شاء الله اللي هتتم بين استاذ المهندس وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز وسياده اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه والاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره، هيكون فيها عوده للضوابط او ضوابط عوده الدوري الفتره اللي جايه وتامين الملاعب عشان ما يحصلش هجوم او انه يبقى في بعض الجماهير تروح الملاعب ويحصل كارثه جديده. طبعا هيعود الدوري من غير جماهير، وبالتالي يعني عايز اقول كمان ان لابد يكون في التزام الفتره اللي جايه من الجماهير، زي ما بنتكلم على التزامنا الفتره الجايه كشعب مصري بشكل كبير الفتره الجايه وتعديل سلوكياتنا، لابد كمان انه روابط الالتراس في الفتره اللي جايه يكون في منها التزام بشكل كبير عشان الدوري يعود. وبعد فتره ان شاء الله من عوده الدوري وتعديل السلوك الفتره اللي جايه ويبقى في ضوابط الفتره اللي جايه لتامين الملاعب وتامين الجماهير، ويبقى في يعني من وزاره الشباب والرياضه ومن اتحاد الكوره ومن كل المسؤولين في الدوله احتواء لهذه الروابط، ان شاء الله نبتدي نتكلم ان شاء الله بعد فتره كده لما تعود كره القدم على عوده الجماهير مره ثانيه. خليني اخد تليفون اخر، اتصال احمد حامد من الشرقيه. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ احمد، ربنا يخليك. عليكم السلام. اتفضل، شايف عوده الدوري ازاي يا استاذ احمد؟ حضرتك المهم لازم عوده الدوري، ولازم عشان قطاع كبير من الناس في حوالي 5 مليون او اكتر بيستفادوا من الموضوع دوت، حتى بصرف النظر عن اللي حصل او الاحداث اللي حصلت في البلد. لازم طبعا يكون في نشاط، ولازم مصر بقيمتها لازم يكون في دوري. زي مصر بقيمتها، مصر رائدة العرب ورائدة افريقيا، ما يكونش في عندها دوري. عندك حق طبعا. هنجيب سياح ازاي وما فيش عندنا دوري؟ ازاي نقدر نأمن الناس سياح وما عندناش كرة قدم؟ كلام محترم جدا الحقيقه يا استاذ احمد، وبشكرك على الكلام ده، وبشكركم على تواصلكم الحقيقه من كل المدن المصريه، وده راي الجمهور المصري والشارع المصري الحقيقه والشارع الرياضي المصري لعوده الدوري المصري. ومصر لابد ان يكون فيها دوري محترم، ولابد ان يكون في التزام الفتره اللي جايه زي ما بنتكلم دايما عن الالتزام. عايز اقول كمان انه عوده الدوري زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله بيطالب الحاج حسين عامله تبقى 21 مارس، نظرا لارتباطات الفرق بافريقيا وكمان في البطولات الافريقيه، وكمان ارتباط المنتخب المصري بمباراه الوديه امام غينيا اللي تقام ان شاء الله في المغرب 26 مارس، وكمان منتخب الاولمبي اللي ان شاء الله هيسافر 18 مارس يلعب 21 مارس في بروندي. يمكن الفتره اللي فاتت كان في متابعه من كابتن اسامه نبيل المدرب المساعد لي او المعاون لهيكتور كوبر لملف اللاعبين اللي انضموا منتخب مصر في الفترات اللي فاتت، قائمه كبيره الحقيقه من اللاعبين، ولكن زي ما قلت لحضراتكم امبارح انه هيبقى التركيز بشكل كبير على اللاعبين المشاركين في البطولات الافريقيه مع الاهلي والزمالك وسموحه وبتروجيت، لانهم الاجهز بدنيا وفنيا، مع طبعا مجموعه اللاعبين المحترفين اللي استقر عليهم بشكل كبير هيكتور كوبر وكابتن اسامه نبيه، وهم محمد صلاح ومحمد النني، احمد فتحي، احمد المحمدي، صالح جمعه، احمد حسن كوكا اللي الحقيقه ماشي بشكل رائع جدا مع ريو افي، ويمكن احرز 15 هدف هذا الموسم منهم 12 هدف في الدوري كمان اعتقد محمد عبد الشافي طبعا لاعب اهلي جده، رامي ربيعه واحمد حجازي، دول 9 اللاعبين اللي استقر عليهم الجهاز الفني لانضمامهم لمنتخب مصر في الفتره القادمه، مع
اللاعبين المحليين من فرق المصرية، هيبقى عدد محدود جدا جدا من خارج الأربع فرق اللي بيشاركوا في أفريقيا في الفترة الجاية، خاصة في مباراة غينيا. وأعتقد أنه هيبقى تجمع مهم جدا لتعرف هيكتور كوبر في أول مباراة ودية وأول احتكاك بشكل ودي لمنتخب مصر، هيتعرف على إمكانيات اللاعبين وقدراتهم وطريقة لعبهم، هياخد انطباع بشكل أو بآخر عن طريقة أداء منتخب مصر في الفترة اللي جاية. أعتقد كمان وليد سليمان وأيمن حفني من الأسماء المرشحة بقوة للانضمام لمنتخب مصر الفترة اللي جاية، يمكن استبعاد حمودي من الانضمام لمنتخب مصر في مباراة غينيا إدى الفرصة بشكل كبير لانضمام وليد سليمان وأيمن حفني، هم طبعا من اللاعبين الأساسيين في منتخب مصر الفترة اللي فاتت، خاصة وليد سليمان. معايا اتصال آخر. ألو أستاذ عبد الحليم. تفضل استاذ عبد الحليم. رايك استاذ عبد الحليم في عوده الدوري الفتره اللي جايه؟ والله بص، انا شايف ان الدوري ما يرجعش الفتره دي، بس لان في دوري مصر اصغر دوري، بس دوري الموت مثلا اللي راح للسنه ما يرجعش تاني كده. انت بتقول شايف انه ما يرجعش الفتره دي؟ ما يرجعش، لان دوري الموت يا باشا، ما فيش حقوق مشاده وما فيش اهتمام بالناس اللي رايحه، خلاص يعني ما ينفعش انه يرجع الفتره دي. طب انت مش شايف يا استاذ عبد الحليم انه عوده الدوري تعني استقرار الدوله، وتصريح سياده الرئيس قبل كده انه الدوله في طريقها والقضاء في طريقه ليه، يعني الحقيقه هياخدوا ان شاء الله خطوات كبيره جدا الفتره اللي جايه في تحديد المتهم الحقيقي في مباراه انبي والزمالك، يعني مش شايف انه نمشي في الخطين متوازيين، يبقى في عوده للدوري واستمرار للنشاط، وكمان يبقى في محاسبه للي قصر في مباراه انبي والزمالك وراح ضحيتها طبعا 20 شاب من شباب مصر؟ والله يا استاذ اشرف، في الحاله دي يا ريت، هي دي دور الداخليه بس. ليه دور الداخليه؟ احنا مش عاوزين نروح للسادة عشان نموت هناك، كل واحد ليه فريق يشجع، احنا دلوقتي الدوري قاعدين في البيت نستمع التلفزيون. فين الدوري اللي احنا كنا بنروح للاستاد ونشجع، اللي بيشجع اهله واللي بيشجع زمالك؟ ما احنا لو وقفنا يا استاذ عبد الحليم، وقفنا النشاط وقفنا الكوره، ده معناه انه اي مشكله تحصل في اي جهه، مش لازم في الكوره بس، معناه ان احنا نوقف هذه الجهات اللي بتشتغل، مش معنى ابدا تحصل مشكله اننا نقف عن العمل، ولا انت شايف ايه؟ لا والله يا استاذ اشرف، انا شايف الحكومه كتير شابه، هي الحكومه لو عمل كده في الماتش الجنوبي الهندي وقتها الاجو اللي كان بورسعيد اللي اتضربوا هناك، في الوقت ده الدوله هيرجع. الناس هي عاوزه واحد بس يقف يتحاكم، بس يشوفوا عبره بس تكون واقفه الناس بس كده، ساعتها الناس هتخاف وما حدش هيعمل حاجه. لا ان شاء الله، ان شاء الله هيكون في تحديد للمتهم الفتره اللي جايه، وان شاء الله الداخليه ليها طريقه عمل مختلفه ان شاء الله الفتره اللي جايه مع سياده اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه. بشكرك استاذ عبد الحليم، واعتقد انه تصريحات المسؤولين وان المؤتمر الاقتصادي وما حدث في الفتره اللي فاتت، اعتقد هيبقى في كمان تعديل لطريقه عمل الحكومه الفتره اللي جايه في كل الجهات الحكوميه وفي كل الجهات الخاصه والعامه، اعتقد ان هيبقى في طريقه للعمل مختلفه الفتره اللي جايه، وانه من يخطئ لابد ان يعاقب ايا كان من هذا الشخص وهذه الجهه في هذه الدوله، لابد ان يكون في قانون بيسير على الجميع، ويكون في التزام كمان مننا احنا كشعب مصري الفتره اللي جايه. خليني اخد مصطفى من القاهره. الو، اتفضل يا استاذ مصطفى. الو الو استاذ مصطفى، اتفضل، رايك في عوده الدوري الفتره اللي جايه؟ هو لازم الدوري يرجع استاذ اشرف. ماشي، بس لازم يرجع مع الجماهير. وانا كان عندي فكره حضرتك كده لرجوع الجماهير، فكره بسيطه قوي. اتفضل. ان كل نادي يعمل عنده مكنه زي مكنه الكريدت كارد كده، والمكنه دي ما تطلعش اكتر من تذكرتين لاي فرد. دي لازم تكون موجوده زي الانديه. ما تطلعش اكتر من تذكرتين لاي فرد، لاي فرد، عشان مشكله السوق السوداء وان احنا ما بنعرفش نجيب التذاكر عشان نخش الاستاد والكلام ده كله. ومراحل التفتيش تبقى ثلاث مراحل. يعني مراحل التفتيش حضرتك تبقى ثلاث مراحل. الو، انا معاك يا استاذ مصطفى. مراحل التفتيش تبقى ثلاث
الخط اتقطع. ولكن مصطفى يعني عايز اقول لك يعني لو شايفنا او سمعنا يعني شايف انه لسه عوده الجماهير شويه، لابد ان يكون في احتواء الفتره اللي جايه وفي حوار مع الجماهير الفتره الجايه قبل ما نتكلم عن عوده الجماهير، ويبقى في نظام وعوده الدوري ليها انضباطات الفتره اللي جايه في ملاعبنا لتامين دخول الجماهير قبل ما نتكلم عن عوده الجماهير. لابد يكون في ملاعبنا الاول تليق باستقبال او تناسب استقبال الجماهير قبل ما نتكلم في عوده الجماهير مرة تانية. وأكيد هنفضل وراء هذا الموضوع لغاية المسؤولين في الدولة، سواء وزارة الشباب والرياضة، سواء اتحاد الكرة، سواء الأندية. لابد أن يكون قبل ما يدعم وزارة الشباب والرياضة، ما تدعم أي أندية أو اتحاد الكرة يبتدي دعم نفسه، أو المنتخبات أو الأندية نفسها تدعم نفسها بلاعبين، لابد أن يكون في استادات وملاعب تناسب استقبال وعودة الجماهير قبل ما نتكلم في عودتها مرة تانية. خلينا ناخد الأستاذ باسم من القاهرة. عليكم السلام، ازيك يا استاذ باسم؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اتفضل يا استاذ باسم، وعوده الجماهير ورايك في عوده الدوري الفتره اللي جايه. هو عوده الدوري يا كابتن اشرف مهمه جدا. تمام، بس عوده الجماهير يعني انا شايف تتاجل شويه. حتى لو انا معاك، حتى طبعا حتى لو الجماهير هترجع ترجع يعني بعدد محدد، بصور اقل حاجه بصور البطاقه. يعني ترجع بصوره البطاقه تتسلم في اداره النادي، وزاره الداخليه، احنا مثلا في 100 واحد 200 واحد رايحين. يبقى معروفين بالاسم والعدد. يعني انت مع عوده الدوري؟ يعني الحقيقه عوده الجماهير انا يعني مش عايز اتكلم فيها دلوقتي خالص يا باسم، لانه الحقيقه لازم يكون في ضوابط كتيره جدا جدا الفتره اللي جايه قبل ما نتكلم حتى عن عوده الجماهير وفتح حوار مع الروابط والجماهير الفتره الجايه، عشان يبقى في تنسيق وترتيب مع كل المنظومه الرياضيه قبل ما نتكلم عن عوده الجماهير. بشكرك يا باسم، بشكرك. طيب خليني على الجانب الاخر، ملك من القاهره. مساء الخير يا ملك. مساء الخير يا كابتن اشرف، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، ربنا يخليكي. اتفضلي. وشايفه عوده الدوري جدا وجميل جدا، واحنا فعلا كلنا بنحييك، واحنا عايزين الدوري يرجع. بشكرك طبعا. والبلد تمشي ويرجع بدون جمهور مش مشكله، بس اهم حاجه ان الدوري لازم يرجع يعني. بشكرك، بشكرك جدا، بشكرك يا ملك، وبشكر طبعا يعني الجانب النسائي. الحقيقه مهم جدا كمان في انه يبدي اراءه في عوده الدوري الفتره اللي جايه. خلينا نروح ل زي ما قلت لحضراتكم، الدوري ان شاء الله خلال 48 ساعه هيتم ان شاء الله جلسه بين طبعا مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، وسياده اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه، والاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره، عشان يبقى في عوده للدوري ان شاء الله الفتره الجايه، مع وضع بعض الضوابط لعودة الدوري الفترة اللي جاية، ومواعيد المباريات، ومتى يبدأ ومتى ينتهي، وتوقفاته امتى، ومنتخب مصر وارتباطات الأندية الأفريقية. كل ده هيكون موجود على ترابيزة المفاوضات مع وزير الداخلية الفترة اللي جاية. ولكن عايز أقول أنه لابد من عودة الدوري، يعني لا مفر من عودة الدوري الفترة اللي جاية، لأنه دي سيادة الدولة، وده دي سلوكيات كل دول العالم. لابد أن يكون في نشاط كروي ونشاط رياضي موجود، خاصة دوري كرة القدم. طيب خليني أخد طبعا يمكن أخبار النادي الأهلي وعودة النادي الأهلي بعد الفوز على الجيش الرواندي، وراحة 3 أيام، وأعتقد أنه يعني أعتقد النادي الأهلي حقق المطلوب منه في هذه المباراة، وفاز في مباراة صعبة هناك من وجهة نظري، رغم يعني ضعف إمكانيات المنافس. ولكن حضراتكم عارفين أن الظروف في أفريقيا صعبة، ظروف السفر، ظروف الإقامة، ظروف الملاعب، ظروف الجو نفسه. ولكن النادي الأهلي قدر بخبراته الكبيره وخبرات لاعبيه وامكانياتهم انهم يحسموا اللقاء ب 2-0 لعماد متعب وليد سليمان، وراحه 3 أيام. عبد الله السعيد كمان يمكن شعر ببعض الالام، وبالتالي استاذن كابتن عبد صادق المشرف العام على الكره وجريده، وهيسافر المانيا ان شاء الله لزياره الطبيب عشان يشوف. طبعا حضراتكم عارفين انه عبد الله كان عنده كسر في مشط القدم الموسم الماضي في مباراه نكانا ريد ديفلز. خليني اخد بعض اتصالاتكم. فيصل، مساء الخير يا استاذ فيصل. استاذ اشرف اتفضل. يا استاذ فيصل اتفضل. انا حضرتك، انا عمرو حسن من القاهره. حضرتك عمرو؟ اتفضل يا استاذ عمرو. اسف طبعا. اتفضل يا استاذ عمرو، وشايف عوده الدوري ازاي الفتره اللي جايه؟ ضروره حضرتك استئناف الدوري الفتره المقبله بدون جمهور، لحين وضع وزاره الداخليه ووزاره الرياضه آليات وجود الجمهور في الاستادات.
يعني انت شايف ومع عوده الدوري الفتره اللي جايه وضغط المباريات عشان نقدر ننهي هذا الموسم وبعدين نبتدي نتكلم بقى الفتره اللي جايه عن تجهيز الملاعب واذا كان في عوده للجماهير بعد كده، ولكن عوده الدوري في هذا التوقيت مطلوبه. ضروره جدا حضرتك وعوده الدوري الفتره المقبله والانديه تتحمل كل 3 4 ايام مباراه فترة مؤقتة عشان نتمكن يعني من انهاء الدوري السنة دي على شهر 6. هيبقى على يعني اخر 7 كده ان شاء الله، على اخر شهر 7 ان شاء الله. على ينتهي الدوري على اخر شهر 7 والموسم المقبل وزارة الداخلية ووزارة الرياضة يضعوا آليات وجود الجمهور في الاستادات إن شاء الله. بشكرك أستاذ عم. على الجانب الآخر فيصل، الأستاذ فيصل مساء الخير أستاذ فيصل. تمام يا فندم، ازي حضرتك؟ إيه الأخبار؟ كله تمام ربنا يخليك. الحمد لله والله. شايف حضرتك عودة الدوري الفترة اللي جاية؟ والله يا أستاذ أشرف، هو الدوري لابد من عودته بجدية السنة الفترة اللي جاية على أساس إن الدوري ده بيجهز بطولات كتير في البلد وبيجهز المدرب اللي هو جاي يمسك المنتخب ده إن هو يقدر ينتقي أفضل لاعبين في البلد. لأن في ظل عودة الدوري يا أستاذ أشرف مش هتقدر تحط إيدك على لاعب مميز تقدر تختاره وأخبار ساعتك. تمام. وفي الحالة ديت الدوري بيولد الحماس بين اللاعبين وبيولد وجود عناصر جديده وتقدر تفرزها. كلام محترم جدا الحقيقه يا استاذ فيصل. انما النهارده بدون وجود دوري ما انتش هتقدر تحط ايدك على لاعب، مش هتقدر تحسن اختيار اي لاعب يمثل فرقتك قدام اي بلد بره. واخد حضرتك؟ واحنا داخلين على فتره كبيره يا استاذ اشرف. احنا النهارده الفريق اللي هو الاولمبي اللي هو بيخوض مباراه صفات اولمبيه اللي هو المفترض ان هو بيؤهل بعد كده ان هو يخوض مباراه يعني يمثل مصر في القاره الافريقيه في دور كاس عالم. النهارده لما تيجي الـ من دون دوري وبدون عوده جمهور اللي هو بيساعد الفرق على ابراز افضل ما فيها، مش هتقدر تحط ايدك على عنصر فعال في المنتخب. عند حضرتك حق طبعا استاذ فيصل، وكلام محترم جدا الحقيقه، وده اضافه كمان لضروره عوده الدوري انه يبقى في تجهيز للاعبين وابراز وجوه جديده لمنتخب مصر الفتره اللي جايه عشان نقدر نساعد هيكتور كوبر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر. بشكرك استاذ فيصل، بشكرك. والحقيقه انا سعيد جدا بتواصلكم معانا من كل مدن مصر، لانه يعني بتمنى طبعا ان يكون في تواصل الفتره الجايه كمان، لانه وراك مهمه جدا توصل للمسؤولين في المنظومه الرياضيه بشكل عام علشان يعرفوا اراء الشارع الرياضي المصري. قبل ما اروح لفاصل عشان استقبل ضيفي، في طبعا كان في وقفه النهارده للاعب وقفه طبعا للقسم الثاني والثالث، لاعبي القسم الثاني والثالث امام اتحاد الكره احتجاجا على اهمال اتحاد الكره لوفاه طبعا اللاعب شعبان حسين شمروخ وبالسرطان والعياذ بالله طبعا، وربنا يرحمه برحمته الواسعه. وطبعا يعني اتمنى طبعا الاهل والصبر والسلوان، ولكن كان في وقفه الحقيقه للقسم الثاني والثاني والثالث، وكان اتحاد الكره لاهمال طبعا اتحاد الكره واهمال نادي الحديد والصلب في علاج هذا اللاعب، ولكن اتحاد الكره قرر صرف دعم لاسره هذا اللاعب في الفتره اللي جايه، وبنتمنى ان ده يبقى موجود الفتره الجايه.